السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، رجعت لكم اليوم في مقطع بيتضمن أخبار الألعاب بشكل عام، شوية من أخبار الأسبوع اللي فات، شوية من أخبار هاليومين، وشوية من أخبار اليوم. بنتكلم عن كل اللي صاير في عالم الألعاب في هذا المقطع، تقريبا 10 إلى 15 خبر بيكون هنا معانا بنتناولهم ونعرف شو اللي صاير حاليا في هذا الوضع. أتمنى المقطع يعجبكم وتستفيدون منه، وإذا أنتم حابين تشوفون أخبار باستمرار اللايك هو الرسالة اللي راح تقول لي كمل في هذا المحتوى. تشوفوني أسوي أخبار بعدين أوقف، فأقيس اهتمامكم هل أنتم حابين هالفقرة أو لا، فاثبتوا لي هالشيء لو أنكم حابين، وإذا مو حابين طنشوا اللايك ونسوي مقاطع ثانية. ننطلق الحين ونشوف شنو صاير في عالم الألعاب، وأتمنى يعجبكم المقطع وتستفيدوا منه، ولا تنسون الدعم. قبل ما نبدا يا شباب، حبيت ابلغكم ان فتح الطلب المسبق لتابلت هواوي الجديد الميت باد برو 5G، واذا طلبتوه عن طريق الرابط اللي حطيته لكم بالوصف تقدر تحصل على اكسسوارات الكيبورد والقلم اللي يشحنون عليه وايرلس مجانا، مع العلم ان قيمتهم تعادل نصف قيمه الجهاز تقريبا. بالنسبه للجهاز صار لي فتره استخدمه، مسكته جدا ممتازه وخفيف جدا، وتصميم حواف ناعمه، وشاشته تعطيك دقه 2K عاليه بالتفاصيل والوان ممتازه. حجم هذه الشاشه 10.8 بوصه، ولان حوافها صغيره يعتبر اول تابلت في العالم تكون الكاميرا الاماميه بالشاشة نفسها. ايضا يتضمن كاميرا من الخلف تصور لك حتى دقة 4K بالفيديو. معالج الجهاز كيرن 990 فعال لمختلف الاستخدامات وحتى الالعاب. بطارية الجهاز 7250 ملي امبير، يستقبل الشحن السريع وهو اول تابلت يشحن وايرلس. واذا حبيت تخلي الجهاز هو الشاحن، ممكن يشحن كل اجهزتك الوايرلس عن طريق الريفيرس تشارج. ومن اهم الميزات انك تقدر تشغل حتى 3 تطبيقات بوقت واحد، وتقدر تضيف عليهم رابع وتستغل المساحة بالشاشة بشكل سهل. ميزة ثانية قوية انك تقدر تفتح موبايلك داخل الشاشة نفسها وتترك الموبايل على الشحن، او تستغني عنه وتروح تستلقي مع الجهاز باستخدامه الكامل مع التطبيقات، وموبايلك يكون على الشاشه نفسها وتدخل وين ما تبي كانه موبايلك موجود معك. وبالنسبه لاداء الصوت، عندك 4 سماعات من هارمن كاردن، مهما مسكت الجهاز من اي جهه بيكون الصوت عالي وواضح. باختصار، اللي يبحث عن تابلت اندرويد للدراسه او الدوام او حتى الاستخدام مالتي ميديا والافلام وهذه الامور، تقدر تستفيد من العرض وتحصل على الكيبورد والقلم اللي يشحنون بمجرد التصاقهم على الجهاز، بالاضافه لمساحه تخزينيه 50 جيجا كلاود من هواوي. ادخلوا الرابط في الوصف، راح يكون في معلومات اكثر والسعر والطلب المسبق. أول خبر معنا يتكلم عن لعبة كرايسيس اللي راح ترجع لنا بنسخة ريماسترد. لكن قبل أن نتكلم عن الريميك، نشوف تاريخ كرايسيس. لعبة دائما لما تصدر تكون سابقة عصرها من ناحية التفاصيل والرسومات، وفيها تقنيات يعني متطورة بكل الأجزاء تقريبا. دائما تحتاج بي سي عالي المواصفات علشان يشغلها، ودائما مظهر اللعبة سابق عصرها. لكن لما نجي في 2020 نشوف الريماسترد بأقل تفاصيل من النسخة الأصلية، هنا المشكلة. تسرب عرض لعبة كرايسيس ريميك، وشافوه الناس وشافوا التفاصيل والأشياء الضعيفة فيه، وبدأ انتقادات تظهر بشدة وضحك واستهزاء على هذه النسخة، لدرجة أن الاستوديو قرر أنه يأجل اللعبة ويعطيها تحسينات أفضل، ويقول أنه بنقدم لكم الشيء اللي أنتم تتوقعونه. فنقدر نقول أن العرض اللي تسرب خير للاعبين، بدأوا ينتقدون اللعبة لين الشركة حطت في عين الاعتبار أنها لازم تقدم شيء أفضل. لكن على فكرة، اللعبة ممكن تصدر على نينتندو سويتش، وإذا صدرت أنا شخصيا أقول لكم لا تتوقع شيء مبهر، خصوصا ان نينتندو سويتش ابتعدوا عن العاب التريبل اي، دائما يكون وضعها سيء مثل ذا ويتشر، وولفنشتاين وغيره من هذه الالعاب، لا تفكر انك تلعبها على السويتش. ثاني خبر عندنا يتكلم عن زيادة الأسعار في المستقبل للألعاب. نعم، زيادة متوقعة في كل جيل نشوفها، وهالمرة راح تكون السعر احتمال يقفز من $60 إلى $70 للنسخ العادية لألعاب البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس. طبعا هذا غير الضرائب الموجودة حسب دولتك، كل واحد يحسب أو يتوقع السعر لهذه الألعاب. ولتأكيد هذا الخبر، أن واحدة من الألعاب ظهر سعرها فعليا اللي هي لعبة السلة NBA 2K، كان سعرها للنسخة العادية $70، فما بالك باقي الألعاب لما تصدر الفترة القادمة راح نشوف يعني أسعار أعلى من اللي تعودنا عليه. شخصيا أشوف أن خدمات مثل إكس بوكس جيم باس والبلاي ستيشن لازم نسوي لهم خدمة علشان نتجنب موضوع الأسعار، فنشترك في خدمة أفضل من ما ندفع على كل لعبة هذه المبالغ. استوديو نوتي دوغ بدأ يواجه مشاكل من بعض اللاعبين، ابتداء في التقييمات المتدنية للعبة في أول يوم اللي حصلت أرقام وعدد يعني مرتفع جدا في التقييمات السلبية والزيروز اللي يعطونها اللاعبين، طبعا تعبير عن استيائهم للقصة وبعض الأمور. لكن بعدها زاد الموضوع ونستمر لليوم، وحنا نتكلم أن بدأت تكون في هجمات شخصية على المخرجين والممثلين والمطورين والناس اللي بس أدوا دور في اللعبة ومشوا، بدأت توصلهم يعني تهديدات بالقتل، وبدأ يكون عليهم انتقادات شديدة وسب، والناس تتمنى لهم السرطان
وغيره من هالامور. فنشوف ان الاستوديو نفسه يحط لك ستيتمنت او يتكلم او يرد على هذه المواضيع، بالاضافه للمطورين نفسهم الممثلين بداوا يتفاعلون مع هذه المشكله ويردون على الناس وهذه الامور. عموما الاستياء هذا يحصل من وقت لاخر على لعبه او لعبتين، وطبعا لاست اوف اس واحده من الالعاب اللي لم تنجو من هذا الموضوع ومستمر لليوم. اذا تبي تشوف الكلام تقدر تزور حساباتهم وتشوفها بنفسك. الخبر اللي بعده يكون حلو للمطورين المستقلين بخصوص خدمة اكس بوكس جيم باس. الخدمة هذه الرائعة اللي ممكن يستفيد منها اللاعبين بشكل كبير وتوفير مئات من الدولارات لما يشتركون فيها. لكن لما نفكر في المطورين ونشوف ان لعبتهم نازلة ومجانية على هذه الخدمة، نتساءل شلون ممكن المطور اللي تعب على هذه اللعبة يحصل فلوس؟ فاكيد راح نفكر انه راح يكون خسران. لكن تخيلوا ان العكس تماما اللي يحصل مع الالعاب اللي تكون على الجيم باس. غير المبلغ اللي تدفع لهم مايكروسوفت علشان يشاركون في الجيم باس وتتوفر لعبتهم ومتوقع المبيعات، راح تسكر لهم مايكروسوفت نفسها تدفع لهم فلوس. في شيء ثاني، ان المنصه نفسها الجيم باس ممكن يشهر اللعبه ويزيد مبيعاتها للناس اللي ما عندهم جيم باس اساسا. فمثلا مطور لعبه ديسندرز، لعبه الدراجات اللي فيها لهو، صارت ترند بسبب كثره الناس اللي ينزلونها على الجيم باس. فالناس اللي ما عندهم جيم باس يشوفون شو اللعبه اللي صايره ترند يروحون يشترونها، وهو شخصيا قارن بين مبيعات اللعبه قبل ما تدخل على الجيم باس ولما دخلت على الجيم باس، يقول لما كانت داخل الجيم باس زادت مبيعات اللعبة 5 أضعاف. فتخيلوا الفلوس اللي طلعها بمجرد مشاركته في الجيم باس نفسه. بخصوص اللعبة، إذا عندك جيم باس على البي سي أو على الاكس بوكس جربها، لعبة ريلاكسينج وفيها صعوبة وتحدي وممتعة بشكل عام. لعبة Animal Crossing New Horizon من أكثر الألعاب اللي باعت في هذه السنة وفجرت بشكل كبير وصارت شعبيتها ضخمة بشكل ما تتخيلونه، وكثير من الناس راحوا شروا Nintendo Switch بسبب هذه اللعبة، وصدف أنها في وقت يعني عز الأزمة في COVID-19 وصارت يعني عليها اهتمام أكثر من الناس. اللعبة هذه راح يتوفر لها تحديث قادم، أنا صراحة ما كنت متخيل يكون هالتحديث موجود، أنه راح يكون في خاصية سباحة وغوص في الأعماق في اللعبة، بمعنى ان اللعبة راح يكون فيها عمق اكثر وانفتاح لافق جديدة واستكشاف داخل البحر، والسباحة ممكن يكون فيها انشطة وغيرها. طبعا Animal Crossing من الالعاب اللي تعيش معاك فترة طويلة، ما هي من الالعاب اللي تختمها وخلاص، لا، اللعبة تكون للسويتش معاك مهما تنزل العاب ترجع لها من وقت لوقت وتجربها وتستكشفها وتستمتع فيها، يعني لعبة ما تخلص وفعلا ممتعة وتكون مستمرة معاك بشكل يومي وتنفع للصغار او الكبار. اللي حاب يشوف لعبة Animal Crossing وتجربتها يكتب Gamer Snack، بعدين اسم اللعبة راح يطلع له مقطع التجربة وياخذ عنها فكرة. في إشاعة أو خبر جديد يقولك أن لعبة هيلو إنفينيت حصرية إكس بوكس سيريس إكس للجيل القادم راح تقدم تجربة 4K حقيقي بسرعة 120 إطار في الثانية. طبعا هذا الخبر يعطيك دفعة وحماس أن الجهاز قادر يشغل الألعاب الحصرية أو الألعاب اللي هي نيكست جينيريشن بهذه القوة 4K و120 في الثانية. حتى لو ما كنت مهتم الهيلو راح تفكر في ألعاب ثانية، بمعنى أن هذا الخبر يعطيك نبذة عن قوة الجهاز. لكن عموما بالفترة القادمة راح نشوف حدث إكس بوكس القادم اللي تم الإعلان عنه رسميا بتاريخ 23 يوليو وهو هذا الشهر، والمفروض ان حدث يكون كبير ويعادل حدث بلاي ستيشن 5 اللي شفناه، ولا بيكون في مشكلة من الانتقادات على مايكروسوفت خصوصا في حدثهم السابق وبعدين يعني صارت لهم مشاكل من هذا النوع. فنتمنى ان نشوف حدث كبير ويليق في اللاعبين ونتحمس اكثر للجهاز وألعابه. في إشاعة تخص الممثل Giancarlo Esposito وهو المؤدي لشخصية Gus Fring في مسلسل Breaking Bad و Better Call Saul. هو بنفس الممثل قال انه بيكون بدور شخصية في لعبة كبيرة قادمة، لكن ما يقدر يكشف عن اسمها. طبعا كثير من الناس بدأوا التخمينات وناس يقولون لك ممكن تكون GTA القادمة بحكم انه رجل عصابات، ومن هذا الكلام والإشاعات اكثر قاعد تطلع، وفي ناس يقولون راح يكون في لعبة Far Cry وغيره. طبعا ما في شيء رسمي حاليا، لكن اللي نعرفه انه راح يكون بشخصية قادمة في احد الالعاب، وانا شخصيا يعني احب هذه الشخصية خصوصا للناس اللي تابعوا Breaking Bad. واللي تابع Breaking Bad وما شاف Better Call Saul اقول لك تابع المسلسل، لانه لا يقل رهابة عن Breaking Bad، واذا انت ختمت Breaking Bad تعتبر ما ختمته اذا ما شفت Better Call Saul، وراح تعرف Fring اكثر. فنشوف بالفترة القادمة وراح نعرف سالفته واي لعبة راح يكون فيها. خبر سريع لعشاق العاب السيارات، بالتحديد عنوان تست درايف، لعبة لها تاريخ ولها اجزاء قديمة جدا من ايام بلاي ستيشن 1 وامتدت حتى الجيل اللي فات. كان في عرض قصير جدا لشعار جديد ولمحة عن شخصية واقفة او بنت نزلت من سيارة في سيارة ثانية، لكن شيء ما كان واضح، لكن اللي نعرفه انه راح يكون عنوان جديد للعبة تست درايف حسب ما يقولون. طبعا العرض هذا راح يكون من شركة ناكون هي المسؤولة عنه، وشركة ناكون اللي تسوي كنترولرات هي اللي راح تتضمن حدث، وبيكون اليوم الساعة 8 مساء وبنشوف إعلان لألعاب
غير معلن عنها من خلال الحدث الخاص فيهم. أتمنى صراحة أن نشوف تست درايف تليق في الجيل القادم، خلونا نقول شيء كبير، لكن أتمنى أنها ما تكون لعبة تست درايف على الموبايل. طبعا شيء غريب، لكن لازالت الشركات مهتمة في جانرا أو نوع الألعاب اللي هي باتل رويال. شركة يوبيسوفت أعلنت عن لعبتهم الجديدة هايبر سكيب اللي تقدم باتل رويال لكن بطريقة جديدة. اللعبة هذه سويت عنها مقطع شرح كامل تقدرون تشوفونه في القناة، أو إذا عندك بي سي أعتقد أنك تقدر تحصل البيتا تقدر تجرب اللعبة بنفسك. اللي يهمنا كلاعبين أن هذه اللعبة راح تكون مجانية، وأعتقد أنها ممكن في المستقبل تكون كروس بلاي وكلنا نقدر نجربها مع بعض بين المنصات. فإذا كان في شيء ببلاش ليش لا، ممكن نجربه، وأيضا تقدرون تشوفون المقطع وتتعرفون عليه أكثر وتعطونا رأيكم. وعلى فكرة في شخصية اسمها نور، المفروض أنها لابسة حجاب ومسلمة وهالأمور، شوفوا المقطع وتعرفون تفاصيل أكثر. لعبة أساسن كريد فالهالا لم تنجو من التسريبات. قبل أمس تقريبا تسرب لها مقطع لا يقل عن نص ساعة وكله جيم بلاي بوضوح 1080 إذا لحقت عليه. طبعا وضح مظهر اللعبة وبعض الأفكار اللي فيها، ولكن بعد ما انتشر بدت يوبيسوفت تدارك الموضوع وتمسح المقطع في كل مكان لأن ما وضح اللعبة بالشكل اللي هم يبونه. طبعا العرض هذا كان فيه مشاكل كثيرة وكان فيه أمور يعني غير واضحة من ناحية الألوان وغيرها من الأمور، ويقولك إن هذا العرض كان فيه مراحل تطوير وأساسا قديم من أشهر، لذلك ما ينصح إن نحكم على اللعبة من مجرد هذا العرض المسرب، لكن ننتظر نشوف حدث يوبيسوفت فورورد اللي راح يكون في 12 يوليو تقريبا بعد في الايام القادمه، وراح يكون في عرض جيم بلاي للعبه مفصل واشياء كثيره. وعلى فكره لاول مره عرض رسمي كبث مباشر من احداث نفس اي 3 وكذا يكون باللغه العربيه مترجم. على العموم ننتظر 12 يوليو الساعه 9 مساء في توقيت السعوديه راح يكون احداث يوبيسوفت وعرضهم ممكن للساعه 11 تقريبا يمتد. مطورين وشركة ديفلر ديجيتال كانوا يشوقون للعبتهم الجديدة شادو ووريرز عبر حسابهم في تويتر، واليوم حصلت اللعبة على عرض سينمائي تشويقي يعطيك أجواء اللعبة وفكرتها والشخصية. طبعا العنوان راح يكون شادو وورير، اللي أساسا هذه السلسلة كانت موجودة من قبل تتميز بطريقتها من ناحية الأكشن والمنظور الأول، بالإضافة للدموية اللي فيها وأجواء اليابان والعصابات والوحوش، وهذه السلسلة لها محبين وجمهور، وهذا العنوان راح يكون شادو وورير 3 اللي راح يتوفر على البي سي في العام المقبل، ونأمل أنه يكون أيضا على الجيل القادم للكونسول. كانت هذه فقرة ملخص الأخبار، أتمنى عجبتكم واستمتعتوا في مشاهدتها، ولا تنسون الدعم باللايك والنشر، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة، وترقبوا محتوى أكثر في القناة في الفترة القادمة لمراجعات وألعاب ثانية. نشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.